المهم انت داخل بيتك دلوقتي علشان ايه؟ علشان ان انت ترمي بقى همومك اللي وراك دي، ارميها وراك واقفل الباب وراك وانت داخل. ما تخشش بقى تدخل بقى تقول لمراتك والراجل شتمني والراجل ضربني والراجل طردني وما معيش فلوس ومش عارف. اكتر كلمة تضايق الست مفيش فلوس، فهنا ممكن ان هو ينشغل اصلا في موضوع الفلوس، فالست بتاعته الرغبة بتزيد معاها فتنحرف. تمام كده؟ ده السؤال بتاع ايه؟ ان انا عايز واحدة ما تخنيش. الخيانة هنا الراجل شايف طلبات الست. طبعا اقعد اسألني اي سؤال، اسألني كده يا احمد شعبان الفرصة، تعالى 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 كسبني وخد عندي دورتين ثلاثة خلينا نكسب. علم الفراسة علم صحيح. العلم ده قديم قوي، فجه عليه الزمن كده ايه، والناس ضيعته بسبب ان هم دخلوه بقى في الغيبيات والمستقبل والكلام ده. لكن احنا الحمد لله في مجموعة كبيرة من الناس بتعدل فيه. انا عن نفسي انا بعدل فيه، بقول معلومات بجدد فيها المفاهيم الغلط، لان الفراسة القديمة موضوعها غير موضوعنا، لان البشرية كلها اتغيرت. الفراسة دي موجودة من يجي 4000 سنة. 4000 سنة كتير جدا. المعلومات اللي هي شكل الناس اتغير، يعني كان في اساسا قبائل، القبيلة دي شكلها كذا، القبيلة دي شكلها كذا، فحصل خلط دلوقتي، فالتصنيف في تصنيف بقى في الوشوش والاشكال والحاجات دي. طيب هل الابراج ليها علاقة بالفراسة؟ احنا ردينا يا ايمي من شوية على الفراسة والابراج، والاتنين ملهمش علاقة ببعض خالص. الأبراج ده بيبقى جاي وعلم، يعني ممكن نقول صح بنسبة 60%، مدروس برضو وليه توجهاته التانية، بس احنا مش عايزين نخلط بين الاتنين. ايه معنى الشفايف اللي داخلة للداخل عكس المقلوبة؟ ليه عاملة كده؟ صح؟ الشخص ده حريص جدا، ما بيتكلمش كتير، بحافظ على أفكاره، بحافظ على كل الأسرار، ما بقولش أسراره بسهولة، مش أي شخص يتكلم معاه. صح. لكنه الصفة السلبية اللي فيه إن هو بخيل. بس هنا لو الشفة بقى اللي هي هنا مقلوبة بقى لجوه كده، يعني مش باينة، فده بخيل. هو قال لك مش بخيل، وقال لك ان هو بيعمل فلوس وبيعمل مش، بس هو بخيل غصب عنه، هو بخيل، هو مش حاسس بكده. هيقول لك بخيل ليه يا عم؟ ده انا معايا فلوس. ما انت معاك فلوس بس انت مش عارف تستمتع بحياتك. الشفة كبيرة شوية، يعني المتوسطة، يعني لو الشفاف متوسطة. الخشم ده اللي هو الانف، لان احنا عندنا الصعيد هنا في مصر، في صعيد مصر الخشم اللي هو البق. عايز رقم حضرتك هكتبه لك اهون. انت من مصر ولا بره مصر؟ هكتبه لك بالمفتاح. الرقم اهو، ده رقم الواتس يا جماعة، انا ما بردش على الرقم، الرقم ده مقفول اصلا، فانا عامله واتس بس. تمام. هل في صفة في الحاجب تدعم البخل؟ هي البخل ده هو احنا نعرفه من الشفايف، بس البخل هو، بس انا حافظ تقريبا 40,000 معلومة في الفراسة، لكن لازم ان انا راجع. تمام. فاي سؤال عندكم انا اجاوب عليه، فالمعلومات كتير يعني، ومهما نقول معلومات في معلومات جديدة.